خلينا نروح لنورهان طمان زميلتنا من داخل برضو النادي الاهلي في الجزيره، ولقاء مع الزميل العزيز كابتن هاني رمزي. مشاهدينا مستمرين معاكم في تغطية فعاليات المؤتمر العام لعرض إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي، ومعانا نجم كبير ونجم سابق للنادي الأهلي كابتن هاني رمزي. برحب بيك معانا شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير عليك، أهلا بيك. شفنا يعني مشهد أعتقد حلو، ودايما النادي الأهلي بارع في يعني إخراج أي صورة إحنا بنشوفها. رأيك في المؤتمر إيه؟ اولا فكره المؤتمر فكره رائعه دايما، يعني على المستوى، وده اللي بيلي اسم النادي الاهلي، هو كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بيقدم كشف حساب. يعني هو طبعا في انتخابات جديده فترته يعني انتهت بشكل او باخر، فكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بيقولوا ان احنا البرنامج الانتخابي اللي قدمناه من 4 سنين ايه اللي اتحقق منه وايه اللي انجز منه، وكمان ايه الفتره اللي جايه، ايه الاحلام والطموحات. في اعتقادي الشخصي كان نجاح كبير جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب على جميع المستويات. خلينا نتكلم بكل امانه، في خلال 4 سنين، وكلنا عارفين ال4 سنين دي كانت 4 سنين صعبه، كان في تحديات كبيره جدا في خلال اللي يمكن السنتين اللي فاتوا لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، ان كابتن محمود الخطيب يتغلب على دوت بمبادئ النادي الاهلي، ده شيء مهم جدا. على مستوى كمان نتكلم على ميزانيه النادي الاهلي اللي يمكن ارتفعت وصلت لاكثر من 2 مليار جنيه في خلال 4 سنين اللي فاتوا، في ظروف كورونا، في ظروف صعبه جدا، ده شيء يحسب للنادي الاهلي. كمان لما بنتكلم عن النادي الاهلي كابتن بيتكلم اكيد على كره القدم، كمان البطولات اللي اتحققت خلال الفتره اللي فاتت اعتقد شيء جدير بالاحترام للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اتكلم على نقطه مهمه جدا، الجيل المتواجد من لاعيبه النادي الاهلي والبطولات اللي حققها في ظل الظروف الصعبه، ده شيء مهم جدا. على الجانب الاخر كمان بنتكلم على الجمعيه العموميه، يعني كلنا بنحب الكوره وجماهير الكوره هي السبورت والعامل الاقوى في منظومه النادي الاهلي، لكن كمان حقوق الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي اللي بتشوف كمان تطور في الانشاءات، في الخدمات، وده مهم جدا. في عندنا دلوقتي 4 فروع، فرع كمان قريب جدا هيكون فرع التجمع، فكلها في اعتقادي الشخصي خلال 4 سنين كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بيقدم هذه الانجازات من وجهه نظري، انشاء شركات على مستوى كبير جدا واستثمارات شركه الكوره يا كابتن، يعني رايك بقى في حدوته شركه الكوره كلها؟ والله اتاخرت شويه، لكن هو ده النادي الاهلي دايما يعني سابق يمكن كل الانديه في الجزئيه ديت، وزي ما بقول طبعا الفكره نفسها فكره فيري بروفيشنال. كابتن خلاص النادي الاهلي يبقى الاهلي اف سي، يعني خلاص هيبقى مش الاهلي للرياضه البدنيه، لكن هيكون اف سي، يعني النادي الاهلي لكره القدم، ودي شركه هتكون طبعا برئاسه طبعا العظيم ياسين منصور مع كوادر جديده كبيره جدا. دي اكيد على المستوى الاحترافي شيء اكتر من رائع، على مستوى الاستثمار شيء اكتر من رائع، كمان على مستوى ان جماهير النادي الاهلي ممكن تكون مساهمه في هذه الشركه وتحس انها ملكه لفريق كره القدم، ده كمان شيء اكتر من رائع. كابتن هاني رمزي بشكر حضرتك جدا ونورتنا في شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا ليك. ميرسي. شكرا.